بس مرحبا. اهلين، شو طمنيني استوى لما لسه؟ يعني استوى رح يفرط. بس بدك الصراحه ست سوسن، انا كثير زعلانه انه متعذب مشاني. وينك نجوم؟ قسيلي قلبك شوي، ها لا ترحميه، يا بصير مثل ما بدك يا بطير، بعدين ذوقي شوي من المر اللي ذوقك يا 5 سنين. مزبوط، انا قلت له فايته اعمل رز بحليب لانه انطلب مني طلب. برافو عليكي، ما زال قلتي له هيك لك انا اعمل الرز بحليب حبيبتي. انت شو بلشتي؟ شو سويتي؟ انا بس سلقت نص كاسه رز وصفيته. طويل ولا قصير؟ طبعا قصير. قديش الكميه؟ نص كاسه. برافو عليكي، اعطيني النشايات لذوبهم. انا حطيت لك كليين حليب هون، حطي معلقتين نشا كبار، لكل كيلو نحط معلقه. مزبوط، لازم يكون الحليب بارد مشان ما يجمع. شو صفي لسه بدنا؟ حبيبتي يعني هي الأكلة شو بدها؟ بدها نص كاسة رز مسلوق وكاستين سكر، لكل كيلو حليب بنحط كاسة سكر وورقة عطرة أو ليمون. مزبوط. طبعا في ناس بحطوا له مزهر حسب بقى شو بحب الواحد. خلينا هلا نشعل عليهم داب النشايات. سوسان، يعني انا جاي عبالي هيك جابر يستوي يفلفل من الغيره قد ما عمل فيني. اتفقت مع السيد عماد يقول لي انا رحت مشوار. برافو عليكي، هيك بدي اياكي حربوقه. ترى شو عم يصير برا؟ ما بعرف. هلا بتعرفي شو بدنا نعمل؟ بعد ما يغلي الحليب بدنا نسقط الرز فيه ونحط له الورقه اللي ورقه الليمون. مظبوط. انا وين وانت وين؟ نعم نعم، يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلين يا اخي، مطعم الكانونه معك. نعم ايه صحيح، نحن نقلنا المطعم على الجنينه وصار عندنا قعده كثير ظريفه ولطيفه. ايه وعندنا بحره كثير حلوه. نعم نعم، ايه اذا بتحب تجي انت والمدام والخطيبه يا اهلا وسهلا فيك، بتشرف. تمام اهلين وسهلين، على راسي بتشرف. يا مرحبا يا اهلا وسهلا. ولك العمى ضربك ضرب شبع، عم بطحون زغيت لي نظري، متحمصت الكي يا اخي. متضايق. متضايق؟ من شو متضايق؟ هيك من حالي ومن بالي. لا تعلي صوتك قدام الزباين تضرب بهالشكل. قد ايه ساعتها؟ 7:30. العمش تاخرت نجمك، يمكن نزلت هي و على السوق. وانت صدقتها؟ ابصر لوين بكون راحت. تذكرت، نزلت هي وحماتها على السوق مشان يقطعوا قماش مشان الجهاز بالتاكسي. انو جهاز؟ ولك جهاز العروس لك اجدب شبه، مو نجمه رح تصير عروس؟ ايوه، معناتها الطبخه على النار. ايه ايه على النار، حتى بالعلامه سوسن عم تحركها وتظبطها لبين ما تجي نجمه تساعدها بالتاكسي. إيه الله لا يكمل لها فرحه. الله لا يسمع منك، قول امين. ست سوسن غلوا الحليبات. برافو، خلينا نحط السكر لكان. غلي لكل كيلو حليب كاسه سكر. واحده واحده. هلا بدنا نحط ورقة الليمون. حكيهم حكيهم. غسلتيهم؟ طبعا مشان النكهة. يا سلام. هلا لازم يغلوا على النار شي نص ساعة. برافو. بعدين بنسكبهم بالزبادي وبنخليهم برا ليبردوا وبعدين بنحطهم بالبراد. يا سلام، وبنزينهم بالفستق الحلبي. ترى شو صار مع جابر؟ ايه علينا، كملي. خنقتني هي البيونه.
سوسان انا رح خلص السكب، انت استنيهم ليبردوا وحطيهم بالبراد، وبس تطلعيهم حطي لهم الفستق الحلبي. ماشي رح تضلوا تازه. يسلم ايديكي وايديكي. انا مسموح دوق ما؟ لا مو مسموح تدوقي، ما بصير. شوفي منظرهم يا عيني مش هيك. يا سلام. طالعه شوف جابر شو صار معه، خاطرك الله معك.